بين هذه الجبال والوديان، قرى ومشات عانت العزلة لسنوات، فلا اتصال هاتفي ولا انترنت إلا بالمشي لمئات الأمتار بحثا عن تغطية لمتعامل ما، لتستفيد اليوم من هوائيات تغطي عشرات الكيلومترات. قبل ما تندار هذه المحطة كنا نعاني من سرعة تدفق شبكة الانترنت، ودركا الحمد لله تحسنت. هوائي الهاتف الثابت للمتعامل العمومي اتصال جزائر موبيل يغطي منطقة سعدونة التي حوالي 1000 إلى 1500 مواطن. كذلك يوجد عدة مشاريع في هذا المجال لتغطية كما قلت لفك العزلة عن المواطنين في مجال الاتصالات. مكاتب البريد هي الأخرى عرفت تحسنا نوعيا في الخدمات نظرا لتوفر التغطية، فمنها ما جدد ومنها ما أنشئ حديثا. في واحد المرحلة كنا نعاني وكنا نتنقلوا حتى القراية ولا المسلمون حتى الشرشال باه نخلصوا، ومن بعد الحمد لله على فضل ربي فتحوا لنا هذه. بريد الجزائر خدت على عاتقها باش تعاود وتنظم وتعاود ترمم جميع المكاتب اللي متواجدة في مناطق الظل عبر ولاية التيبال. مشاريع عديدة للتهيئة العمرانية وتوسعة المستثمرات الفلاحية بأعالي جبال قرايا انطلقت الأشغال بها وستسلم قبل نهاية السنة الجارية. اليوم تم الانطلاق في إطلاق تقنية الكاتجي اللي مست بدوار سعدونة دوار واد السبت وباقي دواوير يعني مبرمجة في الأيام القادمة إن شاء الله. تحسين الظروف المحيطة بساكنة مناطق الظل بولاية تيبازا مست كل المناطق المحصاة خلال السداسي الأول في انتظار تسجيل عملية أخرى.